دلوقتي معلنا أختي كان عندها قطعة من الأرض يعني، نعم. فلقيت لها أشجارة عشان أزرعها برسم يعني كده. فأنا قلت لها ماشي بس معيش فلوس، فقالت لي بس فلوس براحتك يعني. طيب أنا بدل ما أزرعها برسيم قلت ساعة ما أجي الأشجار ما يعني ما هلاقيش فلوس عن الزهادة، فأنا أزرعها بطاطس وساعة الأشجار أديها حقها وكده يعني. فأنا قلت لها فرنسا، هي راضية بذلك؟ لا هي لما عرفت مش راضية بالفعل. طيب هل زراعة الأرض بطاطس تضر بالأرض؟ لا لا تضر. طب مدتها تتأخر عن البرسيم ولا إيه بالضبط؟ هي مدتها أقل من البرسيم 3 شهور، البرسيم 6 شهور. أمال إيه ولكن يعني لماذا أختك حزنت؟ مش عارف والله ما يعني، هي لما عرفت إن أنا زرعت بطاطس قالت أنا هزرعها معاك بالنص. أنا كنت واخدها أنا عرفتني الرسيم لحد شهر 6، من شهر 10 لشهر 6. أنا مش بس فاهم. بدل ما تضيع في الفلوس بتاعت الإيجار أزرعها على البطاطس بتاعت الإيجار ده حقها يعني. هي اشترطت عليك ألا تزرعها بطاطس؟ لا ما اشترطتش يعني، قال إن على إن أنا أزرعها برسيم. ادتها لك على إنك تزرعها برسيم. أنا مش عارف إيه وجه الضرر إذا أنت حولت من البرسيم إلى البطاطس. هل في وجه ضرر إذا حولت أنت من البرسيم للبطاطس؟ لا ما في ضرر يا مولانا، على الحمد لله أختك، ماشي هيحصل لها حاجة يعني. على أختك ما في ضرر، على أختك إذا أنت حولت من البرسيم للبطاطس؟ لا هي ما كانتش عايزاها يعني، قالت لي خدها رجالها بس. ها؟ ما هي مش عايزاها يعني، خلاص قالت لي خدها رجالها بس. مش المكسب أنا ما ليك عنديش ولا ضرر يعني. ولا حاجة يعني. هي مش مت... هي مش أنا متعلقة هاخد الإيجار بتاعها. يعني، اتفقت معك على إيجار؟ ايوه اتفقت معاه على الاجابه بس ما طب عرفتهاش حقيقة يعني طب ولا انا لا. اقول لك الان، يعني اتفضل يا اقول لك الان والله، اسال في العرف في السوق عندكم كم ايجار الفدان المزروع بطاطس، وامشي على هذا المسلم وبعدين تنتهي الدوره وخلاص انتهت المشكله. لا ما عليكش حاجة لأنك أنت أصلا زرعت. زرعت بالفعل. زرعتها بالفعل. لا كل ما هنالك الأرض أرضك، عفوا الأرض لك كمستأجر، تنتهي الدورة. لكن تسأل إيجار البطاطس بكم وإيجار البرسيم بكم وتدفع الفرق إذا كان هناك فرق. يا فندم يا مولانا، يا البرسيم 6 شهور و500، سنة كاملة الأرض ب 600 أو 650. أنا قلت لك ترجع لأهل الإختصاص عندكم، فالحين هم يعرفوا الكلام ده. سلام عليكم.